نستأذنكم سيدي بتكريم الفائزين بمهرجان الهجن. الشوط الأول الزمول، السيد فيصل سودان الزوايدة. الشوط الثاني الزمول علي عيد علي الزوايدة. الشوط الثالث حيل رعد خليل أبو معيتك. الشوط الرابع قعدان ثنايا عطا الله سالم بلوي. الشوط الخامس قعدان ثنايا فادي عبد الله الزوايدة. الشوط السادس بكار ثنايا أحمد مسيب القواشمة. الشوط السابع قعدان جذاع تيق عود الزلابية. الشوط الثامن قعدان جذاع فرج مطلق الدبر. الشوط التاسع ابكار جذاع للشيخ عواد ناصر الزوايدة. ايجا اللي بعده. الشوط العاشر ابكار جذاع محمود محمد المسامره. الحادي عشر قعدان لقايا سعادة سيد سالم ناصر الزوايدة. الشوط الثاني عشر بكار لقايا الشيخ علي محمد المسامره. الشوط الثالث عشر قعدان لقايا عبيد ناصر الزوايده. الشوط الرابع عشر بكار لقايا الشيخ عبيد الزوايدة، الشيخ عبيد محمد الزوايدة. قعدان حقايق سعادة قعدان حقايق السيد سعادة السيد عواد الزوايدة. سعادة السيد عواد الزوايدة. المنطقة
الشوط السادس عشر إبكار حقائق السيد أحمد مسيب القواشمة، الثامن عشر قعدان حقائق صالح سالم الزوايدة، إبكار حقائق مطلق خضر الجويان، قعدان حقائق محمود محمد المسامرة، إبكار حقائق علي صباح الزوايدة. يا سيدي يا سيدي يا ابن الأشرام، إن الملكنا والبلد درع وحدة. فعلا نقطة تحول، حضورة نقطة تحول أهل الهجر، وسلموا عليك وحملوني أمانة من رقبتي في رقبتك إن هذا المهرجان يكون سنوي ويكون بالعهد، والناس شرف حضورك دائما. شوط الهجانة الشيخ سلام عود الموسى. قعدان حقائق محمود البدول، سيدي اسمح لي الآن أن يقدم لك رئيس اللجنة الأردنية لرياضة الهجن وأعضاء اللجنة هدية تذكارية، وهي عبارة عن سيفا عربيا تعبيرا عن دعمك لهذه الرياضة. طبعا الصور فينا، طبعا في صور معي، نستأذنك سيدي من اجل الصور التذكاريه مع اعضائنا، تفضل سيدي.